اهلا بيكم. برامج ريبسولوجي بدأناها من 2018 ولغايه دلوقتي، وقدمنا تقريبا 11 راوند منها اونلاين واوفلاين. قدمنا من 11 راوند مرتين فارماسيوتيكال ماركتنج بلان، وكان كل مره في ال 11 مره نقدم فكره جديده وفكره مختلفه. المره دي هنعمل الراوند الثالثه الفارماسيوتيكال ماركتنج بلان، ولكن بكذا اختلاف مش اختلاف واحد. الاختلاف الاول وهو برنامجين في برنامج، لانه البارت الاول وهو عباره عن ماركتنج بلان ستيبس من اول سيتويشن اناليسز واوبجكتيفز والاستراتيجي والتاكتكس واخيرا بادجيتنج والكنترول، وهو عباره عن 7 سيشنز. البارت الثاني وهو عباره عن 5 توبكس اول مره نتكلم عنهم، ورقم واحد فيهم هو الاو تي سي والدي تي سي بزنس، ثاني حاجه الماركت ريسيرش، ثالث حاجه الديجيتال ماركتنج، رابع حاجه توبك مهمه جدا وهو هاو تو كرييت ا فارماسيوتيكال ماركتنج كامبين، وخامس حاجه وهو 90 دايز اس برودكت مانجر، انت كبرودكت مانجر واسوشيت برودكت مانجر ايه اللي انت بقى بتعمله وانت قاعد على المكتب في الشركه، بتنفذ البلان او بتكسكيوت او بتعمل بلان اصلا للماركتنج كامبينز بتاعتك. دول اول اختلاف في البرنامج. تاني اختلاف انه السيشن الواحده هتكون عباره عن 3 ساعات. الحقيقه انه قبل كده كان 4 ساعات، ولكن المره دي 3 ساعات. طب هل احنا كده قللنا؟ لا، احنا زودنا. ازاي؟ لانه 3 ساعات عباره عن برزنتيشن، ده في يوم، وفي يوم منفصل تاني فصلنا الساعه على الاربع ساعات وخليناها وركشوب كامله. هتاخد في يوم الدليفري او يوم البرزنتيشن كيس، وكل الجروبز هتشتغل على الكيس ديت، وبعد كده هنتجمع تاني مع الانستراكتور ونتناقش معاه في الكيس اللي اتبعت لكم وانتم اشتغلتوا عليها في ساعه كامله الوركشوب. ده تاني اختلاف. ثالث اختلاف عندنا في اخر البروجرام ان شاء الله هيكون في وركشوب اوفلاين للي حابب ان هو يشترك فيها، وهيكون مكانها ان شاء الله في القاهره، ودي يوم كامل يوم جمعه هنطبق كل اللي احنا اتعلمناه من اول سيتويشن اناليسز لغايه البادجيتنج والكنترول، وكمان هندخل فيها التوبكس اللي احنا اتعلمناها من بارت 2. ان شاء الله منتظرين اشتراككم، وباذن الله كل يوم بوست او فيديو نبعته لكم علشان نشرح لكم البرنامج. شكرا لكم.